قصدك انا مش هقدر اشوف تاني. استرها يا رب. الله طلبة. الله طلبة. يا سيد رهنت على مين؟ اقسم بالله ما اعرف. انت لازم استحي واقتلك. غالبا غالبا طلبة. طلبة ولا اشرف؟ مش عارف اشرف اتلخبط مش عارف مو يمكن يكون اشرف. لا لا طلبة. طلبة؟ راحتك بقى بس اشرف كان اشك الصراحة. كاسم يعني ولا كلعيب؟ كاسم يا عم وانا هقعد العب معاه. اللي هو بشرطة احمر ها؟ شرطة احمر ده طلبة ما تبرجلوناش. ماشي احنا مش انت اخترت طلبة. ايوه يبقى هو شرطة احمر. صح. يلا. طلبة طلبة. يلا هو انا أيوه. صح. ايوه ايوه انا صح. ايوه ايوه. يلا يا طلبة يلا وهنغير اسمك والله لو فزت. تسعة عشرة باشا انا خدامك والله العظيم انا ماليش ذنب في اي حاجة. انا السيد هو اللي قال لي على كل حاجة انما انا خدام حضرتك وسيد هو اللي قال انا ما قلتش حاجة. حضرتك ممكن تاخد الحلقة ده وتسيبنا عيش بس بالله عليك ما تأذينيش. خلاص ده احنا مش شايفينهم مش هيشوفوك. لا 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 احنا وحشين احنا وحشين. هنتقتل ليه هنتقتل ليه هنتقتل. صباح الفل يا معلم. ده انا كنت ناسي خالص. ازيك يا سيد؟ ازيك يا معلم سوسو؟ بما انكم فكرتوني بايام المدرسه يا اولاد وبناصر الله يرحمه وبمسناهد وبسوسو. على فكرة أنا كان قصدي بسوسو ده أنا سيد مش السحاوي. ما بحبش الكذب يا سيد. مش بكذب مش بكذب والله بس المادة ده تهزيق قوي. لا ما بحبش الكذب. فبما إنكم فكرتوني بالمدرسة فأنا هفكركم بالعقاب بتاع المدرسة. أنا ما كملتش علامي يا معلم. ما أنت هتكمل يا فخر العرب. هتكمل وهتاخد دكتوراه دلوقتي. طب أنا مالي يا معلم؟ أنا لو قلت لك سوسو ولا سرقت منك الفلوس. أنت بالذات يا كبرتاج هتتعاقبي قدهم هما الاتنين. عارفة ليه؟ عشان اتجوزتي الحيوان ده. فاهمين؟ فاهمين يا معلم. يلا. لا القاضي بتضايقني. انا مش عاوز اسمع القاه. انا عاوزكم بقى ترجعوا لايام المدرسه وتفتكروا النشيد بتاع الصباح. ياني 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 مش هعمل كده تاني. ياني 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 مش هعمل كده تاني. ما بتقولوا عاش بنفسي من غير نفسي هتلاقي